nomor 034 akan membaca surah Al-Ankabut dimulai dari ayat 31 dan seterusnya, halaman 361. Qari nomor 034 akan membaca surah Al-Ankabut dimulai dari ayat 31 dan seterusnya, halaman 361. Silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما جاءت رسلنا لوطا سيئا
وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين صدق الله العظيم.